السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقتان فقط قد تمكنك من زيادة الحديد في جسمك. 1- تناول الأطعمة المناسبة. إن تناولك للأطعمة الغنية بعنصر الحديد أو التي قد تساعدك في زيادة امتصاصه تعد من أفضل الطرق للوقاية من الأمراض الناجمة عن نقصانه. فيما يلي قائمة من مغذيات الحديد: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، فإن فيتامين سي يساعد الجسم البشري على امتصاص الحديد. قد تجد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي فيما يلي: الخضروات مثل الفلفل والقرنبيط والملفوف والبطاطا الحلوة واللفت، الفواكه الاستوائية مثل الجوافة والكيوي والباباي والأناناس والمانجا، والخضروات الورقية والبقوليات والحبوب، الحمضيات مثل البرتقال والجريفروت والليمون، المأكولات البحرية واللحوم الحمراء. تناول اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية بشكل منتظم قد يوفر لك بروتينات حيوانية التي من شأنها أن تزودك بما يحتاجه جسمك من الحديد. من الجدير بالذكر أن حصة واحدة من المحار تمنحك 44% من كمية الحديد الموصى بها يوميا لمعظم البالغين. أوقية من كبدة البقر قد يوفر 28% من كمية الحديد اليومية. البقوليات: يعد كل من فول الصويا والفاصوليا البيضاء والسوداء والعدس والحمص والفول السوداني والبقوليات الأخرى مصدر غني بالحديد. هل تعلم أن كوب واحد من الفاصوليا البيضاء قد يزودك ب 44% من كمية الحديد الموصى بها يوميا لمعظم البالغين؟ الحبوب: وعاء واحد من الحبوب يمكن أن يوفر كمية كافية من الحديد يوميا، مثل القمح والشوفان والذرة والدقيق. الخضروات الورقية: تحتوي الخضروات الورقية الداكنة على عدد مليغرام من الحديد، فمثلا نصف كوب من السبانخ المطبوخ قد يزودك ب 17% من الاستهلاك الموصى به يوميا لمعظم الأطفال والرجال. المكسرات والبذور: تعد المكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز أو الصنوبر، بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، أغذية غنية بالحديد، إضافة إلى احتوائها على الأحماض الدهنية وأوميجا 3 المفيد لصحة القلب. 2- تناول مكملات الحديد. يمكنك الحصول على مكملات الحديد بعد التأكد من نقص كمية الحديد لديك واستشارة الطبيب. العديد من مكملات الحديد متاحة للشراء دون وصفة طبية. جرعة واحدة منه يوميا قد تزودك بكمية كافية من الحديد، لكن إذا كنت تتناول مكملات الكالسيوم فيجب عليك تجنب أخذ كليهما في وقت ذاته. تنويه: في هذه الحالات يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الحديد. الأطفال الصغار والمراهقين الذين يعانون من طفرات النمو، النساء الحوامل والمرضعات، الأشخاص المصابون بالسرطان واضطرابات الجهاز الهضمي أو قصور في القلب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.